مشاهدي ال بي سي اي والال بي سي، واهلا وسهلا فيكم بحلقه مطبخيه جديده من برنامج امي اقوى من امك. مشاهدينا، الكبه زغرتويه، الحمص بيروتي، الفراكي جنوبيه، الكشك بقاعي، التبوله جبليه، السمكه طرابلسيه، والسفيحه بعلبكيه. هيدا بلدنا، بلد اللقمه الطيبه والسفره الغنيه. هون الاكل بيجي قبل كل شيء. اول ما بفتح عيونه قبل البونجور بيكون بلش راس اللبناني يشتغل بالمنقوشه، جبنه ولا زعتر، مع خضره او بلا خضره. كل الأعياد والمناسبات هي حجة للأمهات اللبنانية لبد الولايم واستعراض المهارات المطبخية. واليوم عنا ثلاثة من هالأمات رح يتنافسوا هن وولادهم على اللقب الغالي، لقب أمي أقوى من أمك. طبعا مشاهدينا، هالشي رح يصير تحت أنظار وعناية حكمنا الشيف الذهبي، القبضة الحديدية بالكف المخملة، الرجال الوحيد بالعالم اللي قدر ينمر على النمورة من دون ما يغرق بالأطراط. رحبوا معي بالشيف الأشهر، الشيف أنطوان. هلا بالشيف، هلا. بتعرف مثل العادة أنا بحب رحب فيك دايما على طريقتي الخاصة، وبقول لك اليوم يا شيف هالردي، بقول لك يا شيف أنطوان، أوف 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 يا شيف، ضربنا الجوع ومن الحلقة المرقت موجوع، إن شاء الله اليوم تعملنا فرق وتشد الأمات تطلوع، إن شاء الله اليوم تعملنا فرق وتشد الأمات تطلوع. عزيزي أنا معود عليك إنه بجاوبك على طول. طبعاً، جاهز الشيف، جاهز الشيف. أوف 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 يا ميشو عم بتغلط وعلى البحر روح وبلط. شو بيك؟ ما تلهيل المشتركين وحكي كتير حاجة تفلت، وما تلهيل المشتركين وحاجة كتير حاجة تفلت، وما تلهيل المشتركين وحاجة كتير حاجة تفلت. ايوه شيف، ايوه شيف حبيبي، عشان مبلشين هيك ناريه، يعني ناريه عطيه نار، تقليعه ناريه. شيف انطوان وانا، وطبعا صار وقت نبلش حلقتنا ونعرف المشاهدين على الكوبلات الثلاث اليوم يلي رح يتنافسوا على لقب امي أقوى من أمك. ثلاث كوبلات بحلقة اليوم. الكوبل الأول سهام وسالي. سهام ما بتحب حدا يفوت معها على المطبخ وبتحب تشتغل لحالها. اليوم رح تجرب تعلم بنتها سالي أصول الطبخ، بس إن شاء الله ما تفقد أعصابها. الكوبل الثاني بحلقتنا هن رولا وإنديرا. رولا بتشتغل كل يوم من الصبح لعشية، والزيادة عن شغلها عندها الطبخ أولوية. أما إنديرا فرح تجرب تبيض وجه أمها وتقول للعالم كله إنه أمها أقوى أم. الكوبل الثالث والأخير هن ناي وعصام. ناي وعصام هن من عائلة فنية عريقة، بس زيادة عن الفن ناي موهوبة بالطبخ، واليوم رح توجه ابنها ليعمل أول طبخة بحياته، وإن شاء الله ما يجلجق بالمطبخ. وهيك مشاهدينا منقلع بحلقتنا اليوم مع الكوبل الأول، من راحب سوا بسهام وبنتها سالي. زابلالون سهام اليوم بدها تعطي الإرشادات لبنتها سالي ليعملوا لها أجمل وأطيب طبخة. أما بدنا نرحب بالكوبليت يلي عم بتابعوكم وقاعدين بالسالون، بنرحب بعصام وناي. هاي عصام، هاي. هلا ما تبلش جلجقة جوا بالسالون، جلجقة اتركها لهون، أوكي؟ طبعاً عصام وناي رح يكونوا معنا كمان بعد شوي، وبدنا نرحب أيضاً بالكوبل الثالث اللي هن رولا وبنتها إنديرا. سهام وسالي الكوبل الأول، خبرينا يا ست سهام، أول شيء بنتك سالي حامل بشهرة الرابع، بالسلام إن شاء الله أكيد. أول بيبي ولا تاني بيبي؟ بنوت هلا. وحضرتك كم ولد عندك؟ عندي صبيان وبنوت. وكله مجوز؟ لا بس سالي. بس سالي. الشباب مش مجوزين، مرتاحين على وضعهم، مدين إجريون. بتقولي لهم يلا مش هيك؟ بتقولي لهم هيك بدك تجوزيهم؟ ايه أكيد، بس ما بدهم. ما بدهم؟ ليه ما بدهم؟ ده شوقي. مش هيك؟ سالي يعني عندك بيبي وجوزك، بتطبخي او لا؟ لا. متكلي على الدليفري؟ لا، متكلي على حماتي. متكلي على حماتك، يعني علاقتك منيحه مع حماتك. ايه الحمد لله. طب اكلت امك ليش هون؟ امي بعيده عني شوي. ما فيك تبعتي لها مثلا تطبخي لها على يومين ثلاثه؟ ببعت لها. بتبعتي لها من وقت لوقت. اي اكل بتحبيه اكثر؟ اثنيناتهم طيبين. طب علاقتك بحماتها كيف؟ يو
او منيح ولا او مش منيح؟ او منيح. هيدا او منيح ولا او ما؟ او منيح لانه مثل عملتها مثل امها. اه حلو كثير، يعني متفقين وكل شيء تمام. راضي على الموضوع. سالي هلا مهمتك انت تطبخي بارشادات امك سهام، اوكي؟ معك اول شيء دقيقه لنجيب المكونات بسرعه، بس قبل هيك بدنا نشوف شو هي الطبخه. طيب لنشوف شو هن المكونات داخل الطبق السحري. جاهز سهام؟ جاهز. جاهز سالي؟ جاهز. الجمهور جاهز؟ 3 2 1 هوبا. شو بقى معك سالي؟ شو الوضع؟ شيش بارك عملين شاطرة بشيش بارك ولا لا؟ ايه مكوناتها بتعرفيهم مزبوط؟ ايه اوكي. على الهوبا بتقلعي. 3 2 1 هوبا بلشنا. يلا قليلة قليلة رز سرعة ما فيها تركض. ايه بعرف هون مطرح شعيرية وزبدة شعيرية بسرعة شعيرية زبدة أسرع سيام كزبرة كزبرة بصل ايه قليلة اثنين كتب كتوات سرعة جيبي طحين يلا طحين بسرعة اوكي لش ايه نشا وطحين وبهار ما تنسي اللبن واللحمة من البراد بدها تخلصوني على لحمة ثواني بسرعة بسرعة يا سالي انتهى الوقت هلا طبعا يعني عذرك معك حامل وما بدنا نركض كثير يا ست سهام شو ناقص؟ ناقص لبن ولحمة ايه هودي بالبراد صح هودي مين بده يجيبهم؟ انت معي خبر انه انا ما فيني اجيب لك اياهم بالبراد لا شو بتعمل بس هلا شو انا بحكي انا علي انه احكي يا ربي دخل سهام نعم قد ايه بدها وقت طبخة لتعمليها؟ بدي 3/4 ساعة هلا نحن بالبرنامج دائما كرمة اوكي؟ ايه؟ هيدي 45 دقيقة يلي بدك اياها رح نعملها 30 دقيقة طيب اوكي سالي رح يكون معك 30 دقيقة لتعملي طبخة شيش برك بس بدك تركز كثير منيح على تعليمات امك وامك لازم تكون عم تعطي تعليمات صحيحة لانه في عنا انظار الشاف الذهبي عم بترقبكم مزبوط لتعطي حكمة بختام الطبخة اوكي ايه. جاهزين؟ سالي جاهزة؟ جاهزة سهام جاهزة؟ ثلاثة اثنين واحد أبا بلشنا يلا أنا بقلت ما فيك تجيبي كاملة تاجني العجين بسرعة بتعيط عليا بالبيت ايه. اه بتعيط عليا تتحين وعالشباب شو اسمهم الشباب؟ طارق وزياد اه اوكي الله يخليلك اياه هون أنا ما بتعرفوا عن جد ايه ما بصير مقصير عن جد ما رد علي كده جيب السؤال كيف سرعة مشان ليا يلا يا سالي يلا أولادك بيطبخوا أو لا الشباب؟ لا بياكلوا بس بياكلوا إيه على ما زال سالي ما بتطبخ شباب ما هيك بركي شو واحد عنده هواية حابب يعمل شيء ماما بدي زيد مي هات تتحين هيك خلص الوقت حسك عبالك تفجري هيك هيك بعد؟ لا بإيدي؟ بالملعقة معصب شوي؟ إيه من مين؟ أنا سالي قولي لي شو لازم تعمل ركزوا مع بعضكم يلا ركزي معي شوي يلا ما فيكي هلا خليني نفوت شوف اذا في جلجقه جوا رولا كيف بنلاقي الشغل ماشي الحال يلا ماشي الحال لا في زيت ولا في زبده هيك العجينه فيها ما تحط لها زيت فيها ما تحط لها زيت فيها مي وطحين وماشي الحال انديره شو الوضع يعني شو بدي هلا انتوا هون بتنتقدوا بس وقت بتصيروا هونيك لا انا ما عم بنتقد انا يعني عم بشوي على نفسي سوري عم باخذ لا ولا عصام هلا دورك لا بس انديرا قبل الطبخ قالت لي انها يمكن بدها توصل على الرف الفوقاني على الطلاجن صعبه هلا بنحط لك هيك وقت صغير ما بعرفش عليها عصام هي قالت لي هم بالطلعه انت قالت لي هم شو انا مش قالت لي هم كثير محمس انه رح اكون عم بطبخ جلجيق بس هلا في شغله انه جلجيق بتنتقدهم بدهم يكونوا عم يحضروك اليوم فقد ايه بدهم يجلجوا عليك قد ما بدهم حاضرين ايه انا رح اعطيهم قد ما بدكم قد ما في كونتنت ايه وهن يجلجوا قد ما بدهم مدام ناي انا سكرت الفيو علي رحت اتفرج شو عم تعمل ما شفت شيء انا سكرت طلع علي يعني طبعا قلت لك انا عينك طيب هلا رح كمل الحلقه من هون اوكي شو يا سالي ماشي الحال؟ يعني مش عم تسمعني منه اوكي ماشي الحال رح جرب روح لهونيك تضل فتح لك الفيو مزبوط ميرسي اوكي يلا هلا بنشوفكم بعد شوي خلينا نشوف روح جلجي هوني حطي تحين على ايديك شو يا سهام على ايدي
شو زعلانة سهام؟ أنا حاسس سهام معصبة مقهورة. قهرتيها لأمي. يا قهرة نفسي. مش هيك؟ جوزك قبلين أنا بتطبخين؟ جوزي؟ حطت هينا إيدها يعني لا كيف جوزي هيدا مثل جوزي الله يساعد جوزي هيك حسيت. يلا صاري شي خمسة بلان ستة. شو؟ اعملي شي خمسة شو ستة؟ بدنا نتعشى. شو عشا؟ روح تعشى ببيتك. يا سهام بدنا ناكل شو ستة؟ كل وحدة على الأقل. نحن بس بحكم البرنامج بدنا ندوق. بتدوق وبتتعشى. بس انا والشيف انطوان نقعد نحط الوليمه وبنكلها يعني. ايه بدنا نتعشى شو رايك؟ يا عم اذا بس بدك تعملي الشيش باركيت العجينه مع اللحم ما هو بياخذ وقت. لا ما بقوله. بقول لك بنص ساعه كيف بدك؟ بعدين وقت الطبخ ما في وقت الطبخ كمان. بده يشويهم كمان، بدهم ينشووا او بده ينزلهم على الناي باللبن. سهام صار فيك تفوتي بعد ثلاث ثواني، بدك تشبقيها لهيدي وتفوتي تجيبي الغاز. اوكي يلا صار فيك. اوكي شو بدك تجيبي؟ انا جاش معي وقت. معك وقت قد ما بدك بس الوقت عم يمشي بسرعه. ايه اوكي. اوكي بدك تجيبي زبده ولبن، هذا اللبن صار معك. افتحي المره الثانيه، افتحي الطرف الثاني. اوكي شو بدك بعد؟ زبده. الزبده بوجهك، بوجهك دغري مباشره. اوكي زبده. اوكي هذا الزبده واللحمه واللبن. منيح كملت العمليه. سالي. بس سهام دخلك انتوا عندكم البراد بس تفتحوه بتتركوه مفتوح بالبيت؟ لا اوقات بنسكر. اوقات بنسكره هلا رح نسكره وبس ترجعي لهونيكي بدي اياكي ترجعي تشفيها لهيدي نرجع الوقت الطبيعي. ماما بتحسي فاذا مداخله من امي لتنقذ الوضع، غزلت الزبده واللحمه واللبن. شو بقى؟ حطي فريمي البصله على السريع ورفعيها ناعمه وحطيها على النار. ابنك شو اسمه؟ شربل جو. شرب شربل جو. ليه شربل ولا جو؟ ليه مش شربل او جو؟ مثلا بيو بده يسميه شربل، انت بدك تسميه جو. انا بدي اسميه شربل. اوكي وبيو بدي له جو. وبيو بده يسميه جو؟ لا بدي يسميه شربل بس انه نو كومبوزيت جو على اسم بيو يعني على اسم عمي. اه بينت العمليه. ونحن هيدا اول بيبي بالعائلتين ف بعد في 16 دقيقه ليطلع شيش برك بيطلع اولي؟ لا شو؟ ما في ما بيطلع. اه صعبه؟ ايه يمكن يطلع بس الشيش البرك ما يطلع. ايه شو بدي اعمل؟ بدي اقلي هون. جيبي مقلب كده حطي زبدة. قال لي البصل كده. هيك يا ماما انا رح كون كتير تشل. هلا مش رح تخلص ولا شيش برك عم يخلص ولا ممكن يخلص ب 30 دقيقة. وقت اللي بتعصبي قبل ما تروقي اعصابك إيه؟ كيف بتفجري غضبك؟ شربك. بتسب كتير. بتسب كتير؟ اوه اسعاف بالشيف عطوان. شيف عطوان بيجي بيساعدني نشا وتحطي دغري نشا هون تصفيهم قبل الكل وتحطين على النار لتلحي بعد دهس بعد شوي خلص يلا دوبي يلا حط ماي حطي ماي ماي ركجي وهي بدك تحطيها على نار قويه. الشيف انطوان بفوت انقاذ وقت اللي بيلاقي شغله انه ضروري يفوت بفوت بساعدك. برافو خلي كفايه شيف انطوان الله يخليك لا تستعمليها بس نقلي النار لهون. شيف انطوان كم صار بخدخ لجركنا ناكل. ميرسي شيف انطوان. ميرسي شكرا شيف انطوان. ميرسي شيف انطوان. يلا دوبي شهيني دليفري ما كثير ما بعرف عن البطاطا بدك مره خي عم بيقول لي حطيت لك زيت فوتق لي البطاطا وقصيت لك ايه هون اجا شايف شيء كل شيء ما عدا بشيء بيشبه بطاطا. عندك شربل جو صح؟ ايه بين هلا اذا صبي او بنت البيبي؟ بنت. بنت شو بدك تسميها؟ اكيد سهام ايزابيل نوال حماتي. نوال حماتك؟ نوال سهام يعني نوال سهام رح سميها. اه هيك رح تسميها. اصلا انا بيي لان اسمه شربل كمان وبيو شادي جو جو وهلا سهام ونوال. لا انا ما بدي شو؟ يلا ماما شو؟ ما بدك تسميها سهام؟ اعملي بالشريط هيك حط شوية ملح. بدي بس سهام على الحل. شو بحط مي؟ سريه منيح صارتن. ايه بدو المي يمكن بعد. لا بدك تشوفيهم؟ خفقيهم خلي ما يضلوا شو بقرقطين روجي. حطي اللحمة دخيلك فوق البصل لأنه خلص الوقت مش كلها ها بتخربي لهم بيتهم. ما طلعت عجينة بدنا نوفر باللحمة شوي هيك ماما؟ بقى ايه ايه بزيادة يلا ايه هيك خفقيه اللحم كثير. شيف انطوان بدي اسالك سؤال انه حرام يعني ان يعني مش عدل يعني بدي اكثر من نص ساعه. لا نص ساعه منيح. شو اخبارك ما بتخلص بنص ساعه. انا ب 20 دقيقه خلص لك اياها. انت شايف نص ساعه نص ساعه انت شايف شيء ايه بس نص ساعه منيحه نص ساعه. نتفي نتفي ما تكتري واعمليها اطبقيها هيك على بعضها ورجعي لفيها. لا سالت بقيها على بعضها هيك ولفيها شبقتها. عم يسرع الوقت.
ياسر عش بدي اعمل لك اش هويله صارت العجينة هلا بلشنا نعرف وقت بتعصب سيهام شو بتقولوا شو بتعمل لا 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 اللبن كفيه ونعمليهم عمليهم مثل ما عملتهم بس اوكي رجع الوقت طبيعي رجع الوقت طبيعي بدي اقول لك شيء انه انا الصغيره يعني انت لازم تساعدني كثير ما هيك انا بدي اساعد الكل بتشوفيني ايش كيف فوتو بساعد طب بس انا الصغيره معك حق يعني لازم تساعدني اكثر بسرعه بسرعه تعالي حطي انت ملح 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 انت في نت كثر ايون راوج انتفي نسيت كذب راح تيون فاو انتفي شو عصافير هودي وكنت انتفي شو انتفلي 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 حطوا الحطوا اوكي نعم 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 بنتوا بعد لا لا بشتي لا خلاص بشتي نتفكوا شو بعمل فيون يلا يا سالي شيل شي يلا يا سالي يلا يلا بدل ياكل شي شبرق يلا يا سالي كبير فقال اللبن يستوي واللبن فتحته كبيه وفق اللبن تقلك روقي ما في منه مكبار كبيه وفق اللبنات خلصيني شيش بارك حطيه وفوقهم ايه يلا انا بحرك لك بارك فوق اللبن ساعدك شوي بساعدك قولي شو بدك ها بدي احطهم يلا حطيه اه دغري هيك ايه 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 مش مع الزاي مش مع مين وين منيح مش مليين منيح ما لاش بزيادة بدهم بعد في كم اي بعد بعد معكم وقت يلا بدها تسكب بدها تسكب انا برايي خليهم شوي على النار لا لا تصدقيش بلا 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 العب هيك بلا 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 شوي شوي لا 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 سيهام شوي 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 راوجي جيبي ثلاث صحون مين؟ بعد في ثلاث دقايق بدها تصب ثلاث صحون معلش تعيطي يا سيهام رقيتها بشوي انا برايي شو ما كويا علقوا 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 الام وبنتها جيبي صحون وشو وقتكين راوجي اوكي في بعد دقيقتين واربعين ثانيه كنت قاعد لك يا سيدي يا سيدي بدك تضريني مش بدي 10 دقايق تجيب صحون يلا 10 دقايق بدها تصب 10 دقايق تصب بخلص المسطح شو كنت تنسى عملت كجح شيف أطوان من هلأ بدي أقول لك إنه وضعنا رح يكون خطير بالدواء مش رح تموتوا مش رح تموتوا أنا من أسبوع الماضي بطني بعده عم يوجعني مش رح تموت طمن بالك إيه بس إنه في وجع في وجع تروح على المستشفى شو بدنا نعمل يلا سالس كبي رز إذا بدك في صحون غميقة لحظة لا 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 يلا بس بعطوان ولو شيش مرق صحتك مش رح لحظة لحظة سالس ما ترجي الشيف أطوان مش لا بدك أمزة ما في صحون غميقة في وقت في وقت يا سالي روح اطلعي اطلعي البلو اطلعي لفوق اطلعي على البلكون وشفتها على البلكون ضربت لها سالم ايه في بقى عندك دقيقة 40 ثانية بعدين روح البنت بزيادة ايه شو بعمل؟ شو بزيادة بدك تتعشى ما في روحي جيبي كبشة مني انا؟ لا يلا دقيقة ونص بسرعة بسرعة سالي ايه جيبي عندك هيدي وهيدي اوكي بس حطينا شوية رز حطينا العجانة عجانة بيحطوا الوحدة سيهام البريزنتاسيون كتير مهمة عند الشيف أطوان إذا مش كامل الصحن بقول لك كان لازم يكون أكبر لا أنا بكبر له روق يلا أوكي خلص ثاني شو دقيقتين حطت عجينتين هذا الصحن إلي هذا هذا الصحن بالملعقة أو بالشوكة ما بدك تزينيه بشي؟ زينوا الصح وزينوا الصاحن والصاحن حطيلو شي انا برايي حطيلو شي فين كزبره عاد في 40 كزبره هلا بنتفلك كم وحده كزبره ايه يلا لا ما فيك انت انا هون على البالكون بدك تكبسي لا ما انا برا ما فيك هادي عم امزح معك ما فيك دايما ما بدي اوكي انا زين انا زين يلا بسرعه جيبيون 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 انا بس تحط اللبن بدي اهتم فيها ساعدك بالتزيين انا هلا طبعا ضيوفنا كمان بدهم يجوا كزبره نيه برافو برافو اثنين واحد اوبا طيب حلوين هودي ثلاث صحون اول شيء بدي اتوجه لضيوفنا عصام وناي وانديرا ورولا من هلا بدي اقول لكم ايم فيري سوري على الاكل اللي بده يوصلكم اذا ضريته بياخذ وقتين يعني ساعتين الضرر ليبين بنكون صورنا ف الله يستر شو بده يصير سالي برافو بدكم تنقوا واحد من هالصحون ثلاثه تقدموه للشيف انطوان هيدا اوكي فاز على هذا الصحن للشيف انطوان سالي بدي اياك تكملي مهمتك هالضيوف اللي عنا بالصالون جاعوا وحابين ياكلوا سالي لعند عصام وناي وايضا رولا وانديرا أكل الرزات عصام مش مزبوط هلا الطعمة طيبة عن جد بس شو نيين؟ الشيش بارك إيه؟ لا طيبين بس طيبة طعمتهم طيبة أكيد رح تعمل أحسن منه
رح قلها مبروك من هلا. برافو سالي. سالي وسهام قدموا لنا ما يسمى بالشيش برك. ايه مظبوط. ما يوس الشيش برك، ما قلت شي برك، شيش برك. هلا نحن الشكل مبدئيا حلو، بس الحكم النهائي عن طبعا حكم البرنامج شيف أطوان. شو الشطفه؟ اكيد مع الشيف هلا بنقول. اوكي، شو راح يقول الشيف أطوان عن اول طبخه بحلقتنا الشيش برك او شي برك او ش برك بعد البريك؟ خليكم معنا. الدواء او لحظه التيستينج مع شيف عطوان. جاهز شيف؟ لنشوف شو راح يطلع لنا. حط ايدك معي شيف، بنقول 3 2 1. اوبا شو شيف؟ يلا انا الرز بقول مقبول. الرز ايه بقي عنا صح؟ مش عاطلة إذا مشيش برك. إيه. شو؟ العجينة ني بعد. أنا زيغو عيوني. إيه حزيت إنه نقدر نكمل حلقة ولا؟ شو رأيك جاب؟ عم أهلك. شو بتقول عنا؟ العجينة بدها حرارة فرن، بجيب حرارة فوتها على فرني أنا دغري. معقول نكمل حلقة أو لا؟ شو رأيك؟ نشوف. منكملها ولا صعبة؟ منكملها. نهدي. يعني مقبولة. شو يا سهام؟ وهيك مشاهدينا من شيش برك سهام وسالي بركنا الشيف أنطوان وأنا، ومنروح مباشرة لعند رولا وإنديرا الكوبل الثاني. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا من أمي أقوى من أمك، ومن بعد ما دقنا طبخة سهام وسالي يلي عملت فينا العمايل أنا والشيف عطوان، صار وقت نشوف هلأ الكوبري التاني بحلقتنا يلي هني رولا وإنديرا. ليه إنديرا؟ ليه؟ لأنه بي اسمه غاندي فتصير إنديرا غاندي. إنديرا غاندي. لازم تسموا حدا بالعائلة مهاتما. ماما كان بدها لو جابت صبي تسميه مهاتما، بس بشكر ربي انه ما جابت. كان مهاتما غاندي زبطت كانت. طيب رولا شو عندك اولاد غير انديرا؟ انديرا. انديرا الوحده. اوكي، شو اطيب اكله بتحبيها من ايد امك؟ شيخ المحشي. اوف شو كمان؟ على فكره انا شيخ المحشي اطيب اكله عندي، من اطيب يعني توب 3 عندي بالطبخات. عن جد؟ ايه الاولى. لا الاولى انا كمان. الثانيه مجدره مع بصل مقلي على راس. الثالثه ما فكرت. ما فكرت؟ فكرتي باول اثنين بس. ايه اول اثنين. اوكي، بين المجدره وشيخ المحشي. اوكي جاهزين لنشوف شو المكون الرئيسي داخل الطبق السحري. 3 2 1. اوبا قلت لك بحبها يعني، بس ما بحب اعملها. بس هلا بيكسير تحبي تعمليها. نعم. اوكي، طلع لك باذنجان وطلع لك رز، يعني شيخ المحشي ورز. نعم. شو؟ جاهزة؟ جاهزين. انت لها؟ انا لها. انت لها؟ انا لها. انا لها. اوكي. طيب رولا دقيقة واحدة اوكي لتقلعوا انت وانديرة. جاهزة يا رولا؟ جاهزة يا انديرة؟ بنقول لهم 3 2 1. اوبا بلشنا. نحن بدنا نعمل طبخة لأربع خمس أشخاص. زيت قلي، رز شعيرية، زيت قلي هيل على الشمال. اوكي، رز مهاتما غاندي. مهاتما غاندي. مهاتما غاندي. مهاتما غاندي. ما تدفش الرب على باب البراد ولحم مفروم. اوكي يلا يلا انديرا. الرز من اخر رف من فوق. حاسس حالي على سكران. شو؟ قولي لي بدنا ننزل. روقي لقلك عشلي. لا هيدا من وقتنا. اطلعي. انا عرفت شو جيب الرز. ايوه مطولي. خلصت الدقيقة. لازم نسكر البراد. الوقت بطل.
بس على فكرة فيكي وزن. نعم بعرف. مش عارفة تخبرني على مشاهدينا متوقف على بريك ولا شو بنكمل؟ ليك بدالك ما تدعسون لرح تزحت. وقعت زيت على الأرض لأنه بدأ تصير نفز من هو. يلا أوكي؟ يلا لوين نازلة رولا؟ في شي وقع. في شي وقع في كتير اشي رح توقع اليوم. حاسس في كتير اشي رح توقع. فاز المكونات اللي جبتهم انديرة، في عنا رب البندورة، أوكي، اللحمة، زيت نباتي، شعيرية، الرز كتير منيح، البتنجانات جايبة منيح، كمية منيحة من البتنجانات، شو بعد في اشياء؟ بس ناقصة ملح بهار وقرفة. هيدي هي، يعني الطبخة بيمشي حالها واخر شيء بتفوت الوالدة بعد 10 دقائق بتزيد للملح والبهارات. على فكرة قد ايه بدها وقت لتطبخي يا شيخ المحشي؟ شي نص ساعة. شي نص ساعة، نحن مثل العادة بنكون كرمة كتير مع ضيوفنا، بنعطيكم 25 دقيقة. يا ميرسي. ولو يعني الشوم يا انديرة ولو زرتينا هون بالبروجرام، أكيد. جاهزة انديرة؟ جاهزة. منالكم 3 2 1 اوبا بلشنا. يلا جيب السكين وحشبة اللحمة. هون هون السكين انديرة، رجعي السكين هون مامي. وين هون؟ هون بالسادس كاكين انديرة. ما بدك تروحي في طلعة، في عندك طلعة، طلعي روحي على اليم. ايه رجعي لا لقيتيهم. ايه السكين، خلصت الحلقة. جيبي خشبة لحمة من وراكي. اوكي اوكي. ترمي البصل على السريع، حط الكف بايدك. يلا على السريع. أوكي. اسرع شوي. بالقلب. ايه يلا. ايمي من شمال ويمين. ايه هلا شمال ويمين، وايمي لقشرتها بالسكين. ايمي لقشرتها بالسكين. انديرها بالنص بقصوا، وببلشوا يقصوا على جنب. ايه بالنص. دمعتي ولا بعد؟ بعد. رح دمع بعد 5. يلا يلا اسرع شوي. ايه بعد ما يلا. ايه شمال ويمين، قصيهم صغير، قص صغير، قص صغير. ايه جيب. لا يلا جيب المقليه، جيب المقليه، جيب المقليه وطنجره. انه وين المقليه؟ المقليه. وين المقليه؟ تقدر تطلع. ايوه اوكي. ايه حطيها زيت على النار. نطفي الزيت ما تكتري كثير. بعد شوي بعد شوي بعد شوي نزلي شوي. اوكي حطي بصل. حط البصل على السريع. اوكي. حس حالك حملي فيولو. يا مثلا انديرا حطي اللحمه. شو انديرا حطي اللحمه. نص اللحمات. ايه نص اللحمات. رح تسعى كثير اذا تلاقي عجينة لحم هي. انا كبسه حدا هيك يجي كف على وجهي. جيبي طنجره من جوا انديرا. يا جيبي طنجره. هاي طنجرة صغيرة وطنجرة كبيرة. طنجرة صغيرة وطنجرة كبيرة. اوكي مش عم تقدر تصلي. يا ميجو عيونه بتحرك. لحظة وقعنا النهار. يلا لحظة ما تجميلي تياب. لحظة جاي طنجرة صغيرة رح قص بهالوقت. يلا بس لا انا حبيت اليوم بالحلقة عم بشتغل سلو. قش الباذنجان، قش الباذنجان. لا ما كثير حاضر خبرني. انديرة ناطرك يا انديرة. ايه يلا 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 يلا. انا عندي يا انديرتي. روح هلا بجي. انديرتي الحبيبي يا حبيبي، انا بانتظارك منشان تعربشي. طنجرتين. اجل. طبا يا انديرة. ما تفعلتي في رجلي. والثانية صغيرة. شو بدي هدي؟ مطولي. مطولي يا انديرة. جيبي وحدي وحدي. خشب معك. جيبي ملعقة خشب معك. لك هلا بجي. رح نكمل الحلقة من هون مشاهدينا. حطيها على النار. حطي صغيرة على النار. لهون مش صغيرة على النار. حطي صغيرة على النار. كبيرة عاملة صغيرة. اثنينهم بدك تحطيهم على النار. وين حطيهم؟ بتعيط عليا رولا. حطيهم اثنينهم. لك وين؟ انا ما حدا لك شيء. واحد وراء انديرة. اثنين بدك تولعي، واحد حطي فيه زيت كثير تتقلي الباذنجانات. طيب طيب حطي الثاني. سرقوا البصل. عم قلك جيب الخشبه بعد بشي من فوق. انا معش بدي. انا خلص. حركي البصل واللحمه على السريع شوي. نامي كريسبي. خفف النار. رح تصير سوشي العملية. حطي زيت بالطنجرة الكبيرة. ما مخفف النار. شكله يا جماعة شيخ المحشي اليوم. كتري ما. كتري حطي. شو حط؟ اوكي بدنا نقل الباذنجانات. طيب هلا شو عم بتعيطي علي ولا علي؟ طب زلمة لحظة. اوكي حطي شعيرية. حطي كمشة شعيرية. غسل وجهي. حطي كمشة شعيرية. خلص بعدين بحكيك انا مجهولة هلا. اوكي حطي كمشة شعيرية. اذا عزت شي من هونيك انا موجودة. طب زلمة شعيرية هلا. ايه بايدك. حطي كباية رز. شو بدك؟ حطي عبيها عبيهم.
انديرا فيهم فيهم بقلب الوحل ايه فيهم بقلبها ايوه جيبي جاب غسليهم هيدا ايه حيلا واحد يساعهم ايه يلا حطيهم بالمغسله ايه بس بقلبها يس غسليهم فوتوا بقلبها مرة انديرا تعي شوي فيي فوت لك فوت لحظة لحظة اجا الجولر لا لك اتقتل لك ما فيا يلا غسلي ماما بشوفها هون شو هلا انا ماشي ما فيك تفوتي بعد في دقيقتين تفوتي يا ماما شو بفهم حط الباذنجانات فوق زيتين لك زيت قبل اقول لك ما تدفش حطيهم ايه حطيهم ثلاثة هيك مثل ما هي خلص حاسس انه صار بدها مداخل هلا حركة شعيرية حاسس الوضع شو بعمل حركة شعيرية اذا ما خفف النار ايه خفف النار وين عيا واحد عيا عمي شو ايه؟ رح اسوي الباذنجانتين او ثلاثة قليل ما تخافي قلبيهم لو فقعوا لا للقلي منيح ولا جيبي صينية حطيها لتحطي دغري الباذنجانات عليها لتطبقين عليها واخر شيء لفيهم ورق ألمنيوم حطي الرزات هون حطي الرزات هون حطي الرزات يا انديرة كيف غسلوه؟ حطي الرزات احترقوا يلا احترقت يا معلم الشعيرية ويلا احترقت الشعيرية حطيهم دغري برافو يلا 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 برافو كبيتين ماي للشرب عبي كبيتين ماي كبيتين كبيتين ماي اديرا طلعي قديمك ما بتنسي ايه طيب شو بعمل حطيهم على الرز على الرز ماما عم بفرحك بعد وحده ثانيه ابدا يعني الله يستر اليوم شو بده يصير بالحلقه بعد وحده ثانيه ابدا جدا رح نتوقف مع بريك بعد بريك ونشوف شو رح يصير هل رح تبج او ما رح تبج نرجع لكم في اذا لا ما خلصوا ما بخبركم مشاهدينا شو صار خلال البريك بعد العملية مستمرة عم بطرطشوا الانفجارات دايرة وبعد عندها حوالي 10 ثواني لتفوت اذا يعني مع انديرا لوحدها والوضع هيك شو بده يصير وقت اللي رولا بتفوت الله يستر رولا ما فيك تفوتي ماما طيب ملح 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 هون لك وينها شو بعمل هلا انا قرفه قرفه حلو قرفه قرفه هون قرفه اوكي بسرعه بسرعه ماما شو بعمل؟ عشو ماما رح تصير هيك ماما ماما ما تكاتري الماما ما تكاتري حبيبي بس انا بعبالي افهم شو خلص هلا انا شو اللي بج؟ بج في شي بج؟ وطلعت نار وشهب نار يا معلم بعد الزيت انديرة شو بعمل؟ قلب الباذنجان شو بقلب الباذنجان؟ كيف بجيبه؟ شو بجيبه؟ كبست رجع الوقت طبيعي بعد في 13 دقيقة يلا انديرة شوي اسرع شي قلب الباذنجان وجيبي صينية قلبته اوكي جيبي صينية الله يستر انا شايف وضع خطير بين الام وبنتها اذا غلي الرز خفف النار عنه وغطيه كيف راح؟ ما بيأثر خف اذا الرز غلي خفف النار لا ما غلي اوكي جيبي صينية طني بالك ما غلي صينية الباذنجان المستوي قيمي من النار وين شوكي؟ هيلا شي من هونيك شوكي عادي ملقط ملقط يلا لك يلا ايه هي لك هي وجيبي قيمة الباذنجانات المستويين يلا شي بخوف يعني خطرة كانت العملية الحمد لله على السلامة عن جد الحمد لله مدام في شي بج شو اللي بج انا بعد مش فاهمان شو اللي بج انت شو عملت ما عملت شي بس في شي انتبهت عصام يعني يا الف صلاة الله لما بقوله على وقت كنا عم نطبخ معي ايه ما بدك شجبارة ما تاكل بج ندير حركة الرز حركة الرز وغطيه قيم الملعقة وغطيه قيم الملعقة وغطي الرز روق دقيقة لا لا بعد شو بدي فوت لا نقوم نشوف مش مستنجي فوت على الفيديو شو بعمل رولا الوقت شو بفشل جيبي شوكة او اسرع يا رولا بس انقلوا خلصوا هلا بتاكلهم اوكي يعني اكلت سهام اكلناه بس هودي مش مضطرين بقى شو بدنا نعمل يلا جيبي سكين يلا خلص جبت طيب انا رح اتفرج من هون من البلكون انتوا شوفوا حماس رولا كيف كتير محمسه وانديرا عم تضحك حط اللحمه شويه اوكي حط اللحمه بقلبهم جيبي ملعقه وحط اللحمه بقلبهم لحمة بقربون رولا نعم 10 دقايق تخلص طبخة لا راد يلا انديرا قيمي شو قصة بقيمي الباذنجان ايه اذا خلصوا قيميهم مام هي ما
افريقيا واسمه جيبي انديرا جيبي رب البندوره حكي بكبايه حطي في نتفه اوكي حطي لهم ماي وروبيون روبيون الوضع خطر بعد لا يلا حركيون شو عصام شدت حالك انا هربان هربين هربين يعني بس عم تشوف شوي وقلت لك انا بقول لك ليه فلوت عم اشتغل انا على دوري هربين من الشباك مش الريحه شهيه تفرجيني عن جد شهيه يلا انديرا حط الرب عليهم وحطيهم على الغاز ايمي طنجره الزيت واي غاز كبيهم عليهم على الباذنجانات عصرت رولا كبيهم على الباذنجانات ما بقى تلعبي عم تسمعيني شو عم قلك قيمة طنجرة القلي قيمة طنجرة ماما في الرز غلي غلي خفف النار عنه الرز قيمة طنجرة الزيت طنجرة الزيت قيمة طنجرة الزيت حطيهم على جنب اوكي حط الباذنجان عليها ولع النار على الخفيف شو فيها ارشادات الطبخة اوكي غطيهم اوكي غطيهم اوكي خفف النار على الرز على الاخر خفف النار على الرز لو خففتها اوكي جيب ثلاث صحون ثلاث صحون غميق ولا عادي غميق لكن عادي يلا عادي يلا في وقت في وقت اذا غميق خلينا نجيب غميق لا فينا شكل المحشي بينحط بس زحوله هو ما معروف طيب الرز شو صار فيه خليص نشفت المي عن الرز ايش ما كثير ما لا ما هي كل كبايه بدها كبايتين انت حطيتي نورمال يعني اوكي على كل بنخليهم اوكي كثرتيهم ايه بدي شيف أنطوان عيط له يلا شيف أنطوان دخيلك شيف أنطوان فوت هذا شيف أنطوان دخيلك شيف أنطوان كل شيء كان ليش بس كترتي معي مزبوط جيبي مصفية وصفي نصهم شيف أنطوان دخيلك ما تبلي لا خليك خليك شيف أنطوان بليز خليك تسكر مزبوط بمصفية ما تروح سكرية مزبوطة كيف أحمن طعي حطي وعي تحته فوتي معي صفي نصهم كبه نصهم شيف أنطوان شيف أنطوان لازم نشوف السنوبر راح شيف أنطوان لازم نشوف السنوبر روحي شوف انديرا لك شو راح شيف أنطوان ما عليه ان شاء الله بيرجع هلا انا راح يشوفني باذن بيرجع عليك شيف أنطوان اكيد بيرجع ما بيت انا برايي دقوا لها الصليب الاحمر الوضع خطير جدا ماما. في ناس عم تحترق اليوم انا لانه بدي اكمل حلقه بعد عنا عصام والله خليني بعد مام شو بعمل؟ دوري عشرين ما رح اركض شغل على رواق خلصت ما خلصت ما تخلص من تحت بطلقتية من تحت بطلقتية عصام بدنا اياها برزنتاسيون منيحة كمان انديرا من تحت بطلقتية غلط من تحت بطلقتية من تحت ماما زين بجيب لك غير نوع ملعقة دقيقة وعشرين ثانية نامي سنوبريت شوف السنوبريت خلصوا انا برايي خليها تسكب هي خلي انديرا تسكب اوكي يلا سمعت كلمتي بقى ديا ماما في وقت دوبل يعني نص دقيقه خلص انديرا يلا حط رولا ضاعي يا رولا ايه حط السنوبر يلا انديرا اسرع حط السنوبر عليهم حط السنوبر عليهم الرزات طفايت بتاعتهم جيبي ملعقه يلا يلا الوقت يلا 32 ثانية خلص حجيب الرز يلا رز يلا رز حط السنوبر على الرز خلص انسى الرز يلا في الرز تفي النار على الرز هلا بلا ما تطفيها ماشي الحال انا بطفيها ها طفيت لنا الرزات حدن وهيدا صحن الرز عم ينسكب يعني الوز يلا اسرع شوي 20 ثانية يلا اسرع شوي يلا ثالث صحن الوقت فعلا يعني على الوقت طلع معنا واو هيدا ابن شيخه للمحشي مش شيخ المحشي ابنه دقته وشفت برافو شفت ايه بعد ما دقت مش مسترجي دوق لا بدك تسترجي اكيد بدنا ندوق اكيد بدنا ندوق انه انديرا طبخت وعم بتقول ابنه للشيخ لانه بنته لا رولا طلع معهم ابنه للشيخ لا فعلا يعطيكم العافية ثلاث صحون هلا اي صحن ارتب واحد هيدا اوكي ما تعيطي خلص هيدا لشيف أنطوان هلا هودي بدي اطلب منك
صحن لسهام وسالي وصحن لمدام ناي وعصام. اوكي رجعنا عنا بقولنا اياهم واعطونا رايكم. كل لحمه ناكل باذنجان. انت من امتى بتاكل باذنجان؟ هلا من يوم عجبتك. من يوم اكلت لبن وباذنجان. عجبتك ساعدونا. بكره حعمل لك فتة باذنجان هيك بتنبسط في لبن وفي باذنجان. استوى الرز؟ اي انا كان بحب الرز بحبه تمام. شو ما بتحبيه انت؟ ايه طيب. ما في شيء كريسبي. شو كريسبي؟ ما بعرف اذا الرز او طعمتها طيبه بس ال تقليه طيبه طعمتها. كيف الوضع؟ ماشي الحال؟ هيدي عالجوع ولا عن جد؟ لا عن جد. اه ايه سهام بتقتيهم؟ يعني جواب مش على اللبناني عن جد على كل من. هلا رح اقلي لك بطاطا. رولا قد ايه راضيه على انديره؟ على شغل انديره توب. كاول مره بتعمل شغل محشي ورز بتجنن. لا عن جد فعلا وادائك كان كتير حلو على المطبخ. كنت كتير هاديه كتير رايقه يعني اعصابك بارده ما صرختي ما طرطشت زيت. على كل من. طبعا المنافسين داقوا طبختكم واكيد نحن رح ندوقها بعد شوي. ما بنقول لك يسلموا دياتك. يعطيك الف عافيه رولا. اما هلا رح ننتقل مباشره لعند حكم البرنامج ليعطي رايه بهالطبخه الشيف انطوان لعندك. وهيك مشاهدينا كنا مع رولا وبنتها انديرا وطبخه شيخ المحشي ورز. شيف أدوان صار وقت هلأ نحكم على الطبخة بس بدي منك ضرورة تقول لي الحمد لله على السلامة. قطوع ومرق علي. ايه والله قطوع ومرق. ما هي واحدة اثنين. ما بخبرك الطرطشة الانفجارات. انفجارات. في سؤال بدي أسألك إياه. في شي فقع هيدي الباذنجاني؟ باذنجاني تفقع؟ تفقع وقت بيكون محل ما ضغطت بدها تنفس في القشرة مش مقشرة. اوكي بتشد عليها مزبوط قوة الزيت من تحت سوري بتعمل انا عم ناعم مش انا نعزه. ايه هي دحلك عملت ولا عملت بوش بوش بوش. شغله ثانيه في مشهد انا وقت كنت قايم القيامه ويعني وقت اللي عملت بش. اوكي من بعد شفت شهب نار طلع من الرز. ايه من الرز لانه الشعيريه اجت لتحترق. اها لازم بسرعه تكون الرز حطته فوقها حمى كثير الشعيريه مع الزيت. شو عملت؟ صار الزيت حرارته فوق ال 200. اوكي بس نزل الرز عليها مسقع عمل يعني مشاهدينا ريزومي ملخص عن الموضوع. الباذنجان احترقت وعملت الرزات والشعيريه احترقوا وعملوا بش. صح؟ لا لا هيك عملوا الرزات والرزات عملوا بش. اوكي هل رح ناكل شيخ المحشي او ما بس شكله مقبول. لا ما شكله اوكي لنشوف شيخ المحشي شي بشهر. شو شهر طيبين. انا رح بلش بالباذنجاني بس بدي شويه صنوبر معه. طيبة نيحة دوقة تفضل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سقطل أهلا وسهلا فيك. لا أعطيني على الطعميك ما بيصير ولا بس خليني خبرك شاف أنه أنا اليوم مش عبالي مش عبالي تقل شوي بس. طيب يلا بس بلا شيخ المحشي. هاي شيخ المحشي اللحمة بالصنوبر. شوف الصنوبر بعد بعد بعد. فينا نقول عن شيخ المحشي انه تعتبر جيده. جيده نعم. صح؟ فاذا شيف انطوان رح ننتقل لبريك اعلاني من بعدها بنكون مع الكوبل الثالث والاخير عصام وامه ناي ببرنامج امي او من امك. سالو جليجي. نرجع لكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا من أمي أقوى من أمك وبنكون وصلنا إلى الكوبل الثالث يلي هن عصام مرعب وأمه ناي. أكيد رح تكون معنا زقفة قوية للمشتركين الكوبل الثالث. عصام مرعب طبعا المعروف بسيني واللي بيجلج دايما على السوشيال ميديا. أوكي نرجع على الكاميرا الطبيعية مشاهدينا وبنقول إنه هلا عصام بده يطبخ على إرشادات أمه مدام ناي. أهلا وسهلا فيك يا مدام ناي. مرسي أهلا فيك. ماشي الحال كله تمام الحمد لله. سيمي give me five man. شو أخبارك؟
يعني سيمي كتير منيح لحد ما وقفت قدام هالشي، حسيت انه في شيء. طيب عصام، يعني مش مخلي شيء من شرك، بتنتقد عمليات التجميل، بتنتقد الفتاة اللبنانية، بتنتقد الست اللبنانية، بتنتقد الطرقات، بتنتقد كل الوضع والمجتمع اللبناني. هلا شو بده يصير فيك اذا عملت طبخة سيئة؟ قدي بدهم يفشوا خلقهم ويرجعوا ينتقدوك؟ هلأ مش رح يصير شي، ما رح يعملوا شي غير ينتقدوني. يعني بس قدي بينزعجوا منك؟ في كتير ناس نزعج مني وتبعت لي مسبات وإهانات يعني. بس وقدي بذات الوقت في ناس بتحبك وبينتروا جلجقتك على أكيد أكتر بكتير، لأنه لصعب واحد أنه بتخيل ميشيل انت حضرتك كمان جلجي. ما لا مش متجلجي، مش متجلجي، بس في قصص بتزعجك كتير بلبنان 100% بيقولوا ستيريوتايبس، ناس بتكون هيك بتزعجك بس ما بتقولها، بتخليها لك. انا عم بقولها، ما في كتير ناس بيقولوا لا. على فكره في كتير اشياء يعني عصام بيقولها على السوشيال ميديا بس هي بالواقع الحقيقه مزبوطه. مزبوط. انت قديه راضي تقريبا نسبه على اللي بينتقدهم عصام بالسوشيال ميديا؟ ليهم كثير مهضومين، بعدين عصام ما بيسب حدا يعني، بينتقد بس ما بيشهر يعني. ما بيشهر اكيد، بقولها ضمن حدود وضمن لياقه. جلجو مسبه محترم، جلجو كلنا جلجي صرنا. نايا حاليا شو عم تعملي حضرتك عمليا يعني بالحياه؟ عمليا انا مصممه رأس، ما في شك بنعرف، وبساعد خي روميو بالانتاج مسرحيات. يعني بدك تقول انا هاليوم ايده الايمن لروميو. طبعا كمان تحياتنا الكبيره من برنامج امي اقوى من امك، لطبعا الفنان القدير الكبير الاستاذ روميو لحود، يلي بيكون طبعا خاله لعصام كمان. بشرف كبير لك عن جد، الله يخليه بصحته. وهلا صار وقت نقلع. شو يا سيمي، شو يا صديقي، الله يستر. هلا اول شيء بدنا نشوف شو هي الطبخه يلي بدك تطبخها. ما بعرف. وطبعا انت هلا تحت انظار، اوكي، اول شيء خصومك اللي هن رولا وانديرا، وكان معنا اكيد بالبدايه معنا مدام سهام وبنتها سالي يلي طعمونا. شفتها إيه لشيش براك؟ إيه؟ انت حبيتها على فكره. انا قلت انه ما باكل لبن، ما بحب طعمه اللبن. هلا انت قلت لي ما باكل لبن واكلت، رجعت قلت لي ما باكل باذنجان واكلت شيخ المحشي. إيه؟ انا ممنونتكم. تخيل انا الجلجو. يعني بدك ايه بدك تشكرينا؟ عم بتشكركم، قلت لكم انا ممنونتكم، صار في اكلتين، صار في بعد جبهتين بعد جبهتين بيجي عصام لعنا هيك. شو؟ اوكي بس هلا شغله مشان قبل انه مع انديرا روحت لك اجرك. هلا رح افقسك انا لانه انا كاسر اجري من شهر وما في اركض، رح تحملني هلا انا رح او انا رح افقسك انه ما رح رح روح احضرك من هوني. اوكي رح اعمل حلقه كمل حلقه فويس اوفر. اوكي اوكي ناي وعصام شو بدهم يطبخوا لنا؟ اول شيء بدنا نشوف المكون الرئيسي ومن خلاله بنعرف شو هي الطبخه. اوكي فاذا مشاهدينا هلا بدنا نشوف عصام وانا شو هو المكون الرئيسي لطبخه اليوم. 3 2 1 اوبا ملفوف. بدك تحشي ملفوف هلا. وهيدي الملفوفة يا عصام هيدي عملناها لنفش خلق كل الناس يلي عم بجلجق على يوم سيمي. شوف شو بدك تعمل. محشي ملفوف. فإذا رح يكون معكم دقيقة هلا لو عجد كسرها لأجرك ولا؟ كسرها ولا فكشة؟ كسرها. طيب يلا أنا بقدم معك هيك هيك تضامنا معك. أوكي نوقف حد بعضنا هيك. هلا بدنا نقول انه على 3 2 1 هوبا بنبلش بموضوع الانجريدينتس. اوكي مدام ناي جاهزين؟ يلا فاذا بنقول 3 2 1 هوبا بلشنا. رز. وين الرز؟ وين؟ هيدا الرز؟ ايه يمكن هيدا الرز. اوكي لحمه مفرومه. لحمه مفرومه من البراد. هي لحمه مفرومه. هي لحمه مفرومه. ايه هي مفرومه. هيدي مفرومه؟ لا مش مفرومه. بلا بلا مفرومه. يلا مفرومه. هي مفرومه هلا. روح جيب توم. نعنع يابس وتوم. ايين نعنع؟ هون 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 النعنع يابس هون. هيدي هون شي محل وحده هون. بتصور هي نعنع يابس. هي 10 يلا عصام نعنع يابس وين؟ هيدي يجي يلا بسرعة. شو بعد فيه؟ زبدة زبدة أو سمنة نبتية. المرق لك اياها زبده كسر. لا لا لانه كسر. مش هون وصلت. حط ايه خلص بنخليها هون. ايه وبعدين؟ السيمي
عادة بالبراد عندكم بالبيت تفتحوا بتضلك ماشي ولا كيف؟ ايه بيتركوا مفتوح؟ ايه نعم. قالوا بلاش الفضايح يا معلم، هلا كله عم ينكشف هون لتعلقوا عليه بالسوشيال ميديا. طيب بالاستوديو بدي عزبك تسكر لنا البراد. اوكي؟ ثانك يو سيمي. وهيدي الزبدة كمان مشحنة معنا. فقط ملفوفة موجودة، نعنع يابس مش الحال، سماء حطوا مشيت تفتكروا بعدين. اوكي سماء شو؟ حضرته الاستاذ قال لي هيدا النعنع اليابس. انا عم بقول لك هونيك انت شفتني عم بقول لك على هيدا عيني عصفور كيف الزرزور. ايه هودي التومات. نعم اوكي. اللحم المفرومة والزبدة شو بعد في اشياء ناقصة؟ الرز انا شفنا الرز عم بقول في الرز اهم شيء رز. صح لانه بدنا نشفع رز اليوم شكلنا هيك. ايه بعد في البهارات بعدين بنجيبه. بهارات بعدين بتجيبيهم مش مضطر عليهم بالاول؟ بتامل. جاهزين؟ يلا. فاذا قد ايه رح تاخذ وقت؟ رح نعطيك يا مدام ناي ويا عصام 35 دقيقه. واو لانه العمليه بدها شغل. اوكي من قلنا لناي ولا عصام 3 2 1 اوبا بلشنا. سكينا قبل كل شيء. قص الملفوفة هلا. حد اجر حد بس عصام لحظة. عصام لحظة ما حد تضلع نازل. نحن عنا شيء كتير مهم بالبرنامج هي لوين رايح؟ مزبوط. هي السيفتي. اوكي السيفتي دخيلك يا عصام. اوكي السيفتي بنلبس الكفوف. اوكي منشان ما حدا. اوكي اوكي شوفاليه. يلا هلا يلا ضلع الملفوفة قص. مدام السيفتي مهم هيك. ضلع ضلع الملفوف ضلع الورقة. مامي ضلع شو ضلع يعني؟ هيدا؟ هيدا ضلع؟ ايه هيدا مش هيك بدي فوق حد الاجي حد البيتا بقى. ايه هيك؟ هيك اوكي غمي 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 تطلع معك الملفوفة هيك كل دلوع قص عليهم خلاص بكفي. اوكي اوكي هلا افصلها بالسكينة محل الضلع دفشها هيك تتقبع أول وحدة هيديك. ايه هيديك 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 أول وحدة. الضلع بده يقبع. ايه تتقبع الورقة معها وجرب ما تخزق الورقة تنقدر نسلقها ونلفها. ايه بدنا نلفها يعني. ايه بدنا نتعشى. ايه عصام يلا هوليك عمول بدك تشي فيهم. يلا كفي لك هالشغل. ايه عندك هلا أشغال شقة. وين أشغال شقة؟ بالسكين يا ماما زيحون. شو بدي أنا بهالشغلة يقول لي رح شو ملفوف. ايه المشاهدين انه المدامات واولاده وقت بيجوا لعنا بنخيرهم من قلهم شو اطيب طبخات بتعملوها بيعدوا لنا 3-4 طبخات. انا بدي اطبخ مش هو. وعلى اثر الطبخات بنقرر نعطيهم طبخه طلع لهم محشي ملفوف. يمكن صار كفو. ايه اكثر من 2 بدهم ياكلوا. شو بدهم ياكلوا اكثر من 2؟ يا الله. طيب يلا انا والشيف اطوان في الرماد. ما صرتوا اكلين شاطين قبل. بدنا ناكل. شو عم نجوع؟ عم نحرق عم نحرق. لازم تشيل اللي فوقها قبل. خلص ماما مش عم صيبها بقى. ايه خلص يلا شيل هاي وبزيادة. عمول الحشو السهنة هاي. خلص. خلص. لف ساعة. بس ليك شاطر عنده نظرة بالطبخ. ماشي مني كون. يلا برافو برافو يلا يلا كفي. لا اسمع الكلمة منك بالبيت. اي كلمه بعمره بعد الشبيه اللي اعطيه اوامر انا اكيد ليلى مش اوامر بس انه بياخد برايك أكيد. بيسالك دائما نحن اصحاب كثير اصلا. اها ايه يلا برافو عصام رح اقص حالي. بدها تحط الضلوع بكعب الطنجره. ايه حطهم ايه حطهم ايه هول بنلف وهن وسخنين. بتحطيهم قبل بال كيف بدهم يطروا تنلفهم بتقطوا ولا قشرتهم قشرتهم رد عمك قشرتهم اسرع. اضطريت شي مره هيك تقعد لوحدك وتطبخ انت؟ اكيد ما عشت عش بليونين لحالي 4 اشهر طبخت بليونين؟ انسحب 9 كيلو لا على البرجر هلا جاي نصحان؟ لا رجعت ضعفت. اوكي 9 كيلو؟ مش قليل هيك عملها هيك للتومة تقوم تطلع قشرتها هيك؟ هيك ودي ليك الأول بدو اوكي نضفها على الآخر صار فيك تفوتي بس بدك لحظة 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 بدك تكبس الكبسة اوكي بتكبس الكبسة وبصير الوقت كفي كفي انت شو بدك تجيبي له ناي هلا؟ البهارات وين بهار حلو بهار ورفيق والملح وين؟ من البراد في شيء؟ البراد؟ لا بدنا جار ما في جوت أوه.
جوت هون اذا بدك. اه معلش يلا مش اوكي الحق. 23 دقيقه بعد في لانتهاء الملفوف ونكبس الكبسه ونرجع على وقت العاده التوقيت العادي. انت مرتاح وضعك حسك ايه؟ انه اذا بعجل بقص حالي 100%. شوف 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 ضيع وقت كثير. جيب طنجرة جديدة جيب طنجرة جديدة تاني يلا اسمعها من الشيف أنطوان لتقلع مضبوط طنجرة تاني من شان شو حط فيها التوم شوي مفروم شوي بقشره أوكي. أوكي حطها على النار دغري حط فيها شعفة زبدة بلش قليها أنقذك الشيف أنقذك بلش قليها ودغري خلط اللحمه مع الرز حط لها شويه مي سخنه مشان تساعدك بالحركه ده الرزات بعد ما شفنا شيء ملح بهار قرفي ما انا بحطهم معها بدي انطبخه آه بس بلش يقلي اوكي يلا بس تنشيل هول حط بعد حصين بتمشي معها مثل ما هي كبسهم هاوري ما في شيء شو من الاجازه اطوان يلا شي ميرسي شيف اطوان انه ميرسي اذا ساعدك ميرسي شيف اطوان هلا هلا ميرسي شيف اطوان اوكي كمان كبسنا الوقت كمان دوب بدها تحركه وتساعدك امك اوكي انا حاسس انه لا رح ناكل وانا حاسس انه لا مش رح تاكل شيء انت هلا بقي هون ما تظهري فلسي هالقصص ما بيفهم بنرجع بعدين نكبوس وبيمشي الحال انا بسكب يعني ما رح تقدر تعملها بدون مساعده ناي اكيد لا اكيد لا اكيد لا 20 دقيقة مشان هيك امي اقوى من كل اميتكم هيدا البروجرام الجاي عصام او سمي اللي بيجلج كثير على السوشيال ميديا صار وقت هلا انتو تجلجوا عليه بريك وبنرجع لكم نرجع لكم مشاهدين على متابعه حلقتنا من امي اقوى من امك امي راح تكون القويه اليوم امه لسمي او امها لسالي او امها لانديرا بعد في عندكم 16 دقيقه مدام نايف تكبس مرة جديدة اوكي انا فايل شايف انا نايف قاعده هون انا ايه بدنا نعلمه هلا لسمي كيف بده يلف الملفوفة ماشي بصير قصدي هيك ايه عن جد بس موضوع انت صار يسألك اسئلة صرنا نقول له هون خلص ايه اتحدي بيشيرني يا خي زي خلص خي اتركك شو سأل؟ سيمي شو هويتك بالحياة؟ شو هويتي بالحياة؟ الفوتبول جيب الفوتبول جيب الطنجرة حطها هون اوكي مع مين جيب الطنجرة حطها هون حطها هون هي؟ ايه بتشد مزبوط ايه بتحطها هيك انتبه ما تحرق ايدك وتصفهم حد بعض يلا كبس اياك كبس اياك اوكي بس قولي لي قد ايه بحط هالقد؟ مامي ما ده شو قلت لك تطلع حش تحكي مع ميشيل طيب هلا هالقد؟ لا اكثر شوي انه هيدي هيك بدك عصام بدك تحطهم بالطول حبيبي هيك بدي اعملها هيك بدي لفها رح بفتكر بفتكر انا رح ضلني هون اليوم هيك ليك عصام طلع شوي كثير طويل هي عصام طلع على البلكون طلع طلع على البلكون طلع طلع فرج على الماما زيدها شوي زيدها شوي على هون صار هو عم يعطيك التعليمات هلا مش هيك بدي فوق بوس 14 دقيقة بعد شو كبسة ليك اللفات حلوين عصام عرفت كيف؟ ايه مع بالهينة يا اوكي وهيك نرجع بنكبسها وبترجع نايم وعصرها عصرها عصرها قبل ما تحطها فوق طنجرة ايه يلا هلا قد عم تحسبوا لكل شخص كم ملفوفة؟ في صحن الشيف عطوان ثلاثة في صحن طبعا ثلاثة بزيادة مش شايفهم كم وحدة المشتركين جوا اللي ناطرين هلا يدوقوا يفي الهيدا ويعطوا النتيجة هلا صاروا أربعة شو ناسية؟ يلا مشي حالك بالطبخ ايه؟ ايه بعمركم هلا بجيبك تحت الهواء اها يعني عم تحسبوا انه كل صحن ثلاث ملفوفات صح؟ هي هون بوفات ثلاث صحون تروفوا تروا ايجال جروتيان انف صح؟ ولفلف يا سيمي ولفلف يا سيمي اوكي يلا بسرعة خلصهم كلهم سيمي اوكي هلا هلا شو بنعمل رشة نعناع فوق من هون رشة ملح يعني لحدا بفوت لاول مره على المطبخ انا حط I'm surprised عن جد حامض الحامض اللي عصرته فاجأتني يلا فاجأتك عم بحكيك فاجأتني فاجأتك عن جد فاجأتك مو لا فعلا عم تعمل شغل كتير حلو لا نص مش كلهم لا كتير بيطلعوا هولي اوكي حطه بتقلك
ايه حط حط بعد حط حش خايف حط اول قلبك يا سيمي ايه خلاص خلاص وين الغطا بوجهك هلا انا عم بحكي من فوق بس تعمل الحامض بكير على البربل ما بتسوى قلت لهم اه قلتي لهم هلا عم اقول لهم الحامض حرام يحطوه هلا اخر شيء اخر ما بيسمعوا هن طب هلا معقول لحق ما عليه الثوم صعبه صعب الاستوى صار صعبة صار صعب الاستوى ولحها هاي بس الاستوى صار صعب بس فعلا نظافة وترتيب يا ميشو ليك ليك عن جد بدنا شغلتين عم نعملهم بس ليك اكيد معقول ناكل ورق ملفوف ولا لبن لا بس مش مزبوط هيك لبن وخيار صارت طبخة انه يعني لا كمان 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 مان بدك توطي يا كمان مان طيب بما انه سيمي ماشي حاله شايف انا مدام ناي بركي بنعملها رقصه انا وياكي هي كثير وقتها مش ماشي صممي لي رقصه صغيره هلا انا عامله بانيك عليه ماشي حاله قال لي بعد في اربع دقائق مع الثوم مع الثوم حبيبي بالثوم لك هلا وقت رقصه بدها تصميم رقصه صغيره علميني شوي تكي ماشي حاله خلص لبن وخيار خلص لبن هيدا عم بتزعبر لا 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 ماشي في اربع دقائق وبعدين يلا بعدين شو بعمل حطهم فوق اللبن وحركهم شو بعمل يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن شو بعمل أنا فكرك شو بدك رقص شرقي لا شي دانس دو سالون شي كذا أنا ما بعمل دانس دو سالون أنا اختصاصي فولكلور اللبناني أكيد 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 دانس دو سالون لجليجي بدنا دانس دو كويزين يلا عيسان حركهم بالفوق أيوة وحياتي ما طبخت هالطبختين بالشكل اللي عملتهم اليوم ايه بس كتير منيح ما بس مش هيك بعملهم بس ماشي الحال اوكي كيف عاد بيطلعوا احسن المفروض انا برايي بلش سكوب هوديك ما هو لك بعد ما استوى يمكن ايه الوقت خلص تو ما استوى ايه طيب اوكي خلينا نشوف الصحون يلا سيمي الملفوف اهم هلا يلا مشينا الملفوفات في دقيقه بدك تسكبهم بسرعه ثلاث صحون حط بكل صحن عصام يعني ليك مش عطلين مش عطلين ايه ايه ابار انه نايمين اوكي يلا كل واحد ثلاثة اسرع سيمي اسرع بعد في عندك اقل من دقيقة يلا رح ساعدك رح ساعدك هذا واحد هون مش عطلين اوكي حبوا مليين بس بساعدك بالصحن هذا قدامك تاكله يلا سيمي بعد في عندك صحن واحد يلا بتلحق بتلحق واحد اثنين وهيدي ثلاثة عب اللبنات عب اللبنات يلا سيمي هيدي كمان اذا بدك ها؟ بسرعة 10 ثواني يلا بزيادة بزيادة بسرعة بعد واحدة بعد واحدة بسرعة يلا ثلاثة اثنين واحد شو هيدا؟ شو هيدا يا سيمي؟ جيب لي تاني مان شو بنصحك قال لي جيمي تالت لو ما بنصحك بس مش معقول كيف عم بتخلصوا على الوقت يعني ماشي اخ يا ربي يعني حطيت وزك بكل جلجي ايه مظبوط عندك حبه تحت لسان كنا رحنا فيها ايه هلا اي صحن لشيف أطوان اعطيت عندكم هلا هيدي هلا حط فيها اربع بس حاسس انا هيدي وهيدي ارطب من هيك ايه ايه مظبوط مش هيك مظبوط ليك هيدي شو مصفصفه مظبوط وكذا اوكي لكن خذ هاي هيدي خذ لي اياها لانديرا وهذا الصحن الثاني ورجع لها عنا عصام قبل ما ندوق طيبين روقي لما ازيد على البريزنتاسيون بس بقرقشو اوكي يوني عارف مش سخنين بس مش كتير تشدش ايدي هيدي هي طبخة سيمي أكيد بإرشادات مدام ناي النتيجة الأساسية رح تكون من عند الشيف أنطوان هو الحكم هو طبعا. اللي رقبكم كيف عم تشتغلوا وأكيد رح يعطي ملاحظاته ويعطي النتيجة مباشرة لعند الشيف أنطوان وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا إلى الحكم النهائي حول طبخة سيمي وأمه ناي
بدي أخبر المشاهدين أنه الكوبل الفائز معنا بحلقة اليوم وبكل حلقات أمي أقوى من أمك بيربحوا معنا جائزة قيمتها 2000 دولار عبارة عن أدوات مطبخية وكهربائية تيحسنوا طبخاتهم ويصيروا يزوروا المطبخ أكثر وأكثر. أما هلا صار وقت نشوف شو في داخل الغطاء السحري من وراء الملفوف. 3 2 1 أوبا. شو شاف؟ يعني شكلهم حلو. أول شيء ضيع شوية وقت عصام بالأول أمه تقول له الضلع ويقول له هو شو الضلع؟ يعني هو الوقت اللي هو لقلها 35 دقيقة على محشي منفوف تاخد وقت، بس ال 35 دقيقة كتير مليح لقلها، كانت مليحة بس صح. بس بدون سرعة بالأول مش بالآخر لأقل شيء يقعد الورق للملفوف أوكي. يعني على النار يغلي مع الرز واللحمة. هي قصة الوقت، الوقت اللي صح. هو 20 دقيقة بدأ 20 دقيقة بدأ 20 دقيقة ورق الملفوف على النار أقل شيء. نعم عملوها بشي 7-8 دقايق مزبوط. تنقص أو لك سمعت الحرطة على هون وصلت. تفضل شيف. يا انا هيدي قصيتها بس انه رح تكون خطيره العمليه لانه الرزات لك وينهم مبينين. ايه انا شفتهم عم يتمشوا قلت لك رح درسي رح درسي دخيلك يا ابو المشرع. شوف 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 عمالك ارتاح ارتاح هدي حالك هدي حالك رح درسي. طيب طعمها بلبن. طعميك لبن؟ لبن من طعمها بلبن معصوصة منيح منيحة. أنا لبنات بعد ما دقت كيف صار الدرس؟ خاصين لبنات زبطوا نزلوا بطلوا يطلعوا صد جرزات نزلوا دغري كانت الجرزات منيح مثل هي هالطريقة. طيب عادة أنا بختام الحلقة آخر طبخة بطبق فيها مزبوط، هيدا ما راح اطبق فيها ما بعرف لا من شان الكاميرا ما بدي ابين انه عم باكل دائما صح؟ مش من شان الدراس فاذا هيدي هي طبخة سيمي وامه ناي. النتيجة النهائية شو راح تكون؟ طبعا الشيف أطوان راح يجوج الافكار وهلا ويقرر مين الفائز معنا اليوم من الكوبليت الثلاثة. بنروح لعندهم الى النتيجة النهائية. حكم البرنامج طبعا الحكم الذهبي الشيف الاشهر الشيف أطوان. شو راح يحكم اليوم؟ بدي اقول للشيف أطوان طبعا الحمد لله على السلامه لانه المشتركين ما كانوا عارفين شو صار. طبختك يا سيمي وطبخه ناي كسرت له دراسه للشيف أطوان من الرزات. حسينا حالنا عم ناكل بحص. هلا بعطيك ادريس الحكيمه متحكم منيح وفرت علي راح اثنين عندي. طبعا كان في معنا بحلقه اليوم ثلاث كوبليت. الكوبل الاول اللي مؤلف من مدام سيهام وبنتها سالي اللي طبخوا لنا شه برك. ايضا الكوبل الثاني كان معنا رولا وانديرا وقدموا لنا شيخ المحشي الرز وكانت طبخه لا باس فيها انا حسب يعني محبتي لشيخ المحشي والرز. والكوبل الثالث كان معنا طبعا عصام مرعب الملقب بسيمي وامه مدام ناي اللي قدموا لنا ثلاث صواريخ ارض جو مثل ما عم نشوف ملفوف بكسروا السنين وبكسروا الدراس واللي ظابط فيها كان كتير منيح هي اللبن والخيار. مين رح يكون الفائز معنا؟ بنذكركم انه الجائزة قيمتها 2000 دولار عبارة عن ادوات مطبخية وادوات كهربائية. شيف أطوان عطى حكمه والنتيجة لمصلحة مين؟ هل رح تكون لمصلحة شيش البرك او شيخ المحشي ورز او ما يسمى الورق ملفوف؟ 3-2-1 النتيجة. اوبا انديرا بتصور انا بحلقه اليوم شقيت روحت اجري بس اكيد ربحت معنا. بنقول لك الف مبروك لانديرا والجايزه بتكون من نصيبك. مشاهدينا مع الشيف أطوان وحضورنا الكريم وكل اللي اشتركوا معنا بنودعكم بحلقه اليوم ولقائنا الاسبوع المقبل بحلقه جديده من برنامج امي اقوى من امك.